حبايبي في كيتيز كوكين. كارلو سيرسوت كان نعلم كيتيز كوكين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا صيفي شوية، اللي هي مربة المشمش. كلنا في الصيف بنحب المشمش وعايزين ناكل حاجة حلوة، هنعمل بيها مربة المشمش. مربة المشمش بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات موجودة عندك، وكمان هنعملها سكر يكون بسيط وخفيف وهتعجبكم جدا. سمرة فيكش مازي مرمالادة فريكوكو نبولي وري دروبو كيبولي نص. عايزين مع بعض 2 كيلو مشمش شايلين النوى بتاعته متنضف، وكيلو سكر، ومعلقتين عصير ليمون. انا هعمله بالسكر البني او السكر الدايت علشان يطلع السكر بتاعه حلو وخفيف ومظبوط، وبتطلع معايا معسله بطريقه حلوه. ممكن تستعملي السكر الابيض عادي جدا، ما فيش اي مشكله. سلم الذيو كلا بريكوكا انا كيلو كاستاني زخري كيلو كيمو ليمون يغطاتو فيكشو من كاستاني زخري ينادوشي بولي اوري جليكينا بيني بارا بولي اوري كي بولي نوست. هبتدي اجيب المشمش بتاعي وارص في الطبق واحط السكر، وكمان ارص مشمش واحط سكر بحيث ان السكر يدخل في كل المشمش بتاعك ويتشبع منه كويس جدا. اخو فالي اولا تفريكوكا افلا اولا تزاخري ثفالو كده خيمو لموني كثفالو كده مفراني ثدوالو ستبسيو يدوذي كاوريس يانا فغالي اولا تغراتو كي متى ثدوالم ستفوتيا. لفيت بورق الاستريتش بتاعي وهحطه في التلاجة لمدة 12 ساعة. بعد ما طلع من التلاجة بعد 12 ساعة هتلاقي ان هو نزل معاكي مية كتيرة. المية بتاعته دي هي اللي هنسلقه فيها او اللي هنعمله فيها. شفت بقى حلو ازاي؟ نزل كل المية بتاعته. بعد كده هحطه في حلة على النار وهنبتدي في تسويته. ايش يبغالي اولا تايغراتو فتبال كيست كتسارو لامو كتتبال استفوتيا. بعد كده حبايبي هيبتدي يطلع معاكي ريم. هنبتدي نشيل الريم بتاعه. حاولي بمعلقة تشيلي كل الريم، وبعد ما تلاقي ان الريم قل معاكي هنبتدي نحط اللوز اذا حابين. دي خطوة لو انتوا حابين تعملوها ممكن تعملوها، لو انتوا مش حابين ممكن تستغنوا عنها. بس لما بتيجي تاكلي المربى مع اللوز بيديكي طعم حلو جدا، وبتبقى فعلا تستحق ان انت تجربيها. اخو فغالي اولا تعاش براب ويخي فغالي توفريكوكو متى عيفا لطا ميجدالا بيجيني بارا بولي وري مرملادا فريكوكو ميا ميجدالو كي بولي نوست. بسيبه على النار لمدة ساعة بالظبط وبفضل اقلب فيه، وبيطلع معايا بالشكل الحلو الجميل ده. مربى بجد بجد مش قادرة اقول لكم على الريحة بتاعتها حلوة ازاي. ايه بارا بولي وري مرضيا توفريكوكو ميريزي اول تشبيتي اني بارا بولي وري كي بولي نوستمو متاع ميجدالا نتودكي ماستي مفتود دروبو اكسيزي. هجيب برطمان ازاز وبعد ما يبرد خالص هبتدي اعبي. فعلا الريحة حلوة جدا جدا، وريحة المشمش قلب البيت، وهيتعجبكم خالص خالص. وكمان للناس اللي صايمة، الناس اللي ما بتحبش السكر الزيادة، الناس اللي عايزة تاكل مربى ومش عارفة تاكلها علشان هي حلوة قوي قوي، المربى دي بطريقة سهلة وبطريقة حلوة وما فيهاش السكر الزيادة خالص. تعالوا نسرفسها مع بعض واوريها. تعالوا نسرفسها مع بعض واوريكم شكلها الاخير حلو ازاي، واللوز كمان بيقرمش في البق وطعمه حلو جدا. اني اتمو
Έφερα και γυάλινο βαζάκι, θα το βάλω μέσα για να το κρατήσω στο ψυγείο. Μπορώ να το κρατήσω για μήνες, δεν χαλάει. Και τα αμύγδαλα είναι πάρα πολύ ωραία με το αμύγδαλο. بعد ما حطيته في الفازه بتاعتك هحطه في الثلاجه وبيقعد معاكي شهور ما بيبصش خالص قطع المشمش واللوز حلو خالص جربوه فعلا بالطريقه دي هتعجبكم جدا نطودكي ماست مفتوط ضربه فعلا هيعجبكم جدا اعملوا بالطريقه دي شكرا لكم حبايبي وبالهنا والشفا Είναι πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα. Να το δοκιμάσετε. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας όρεξη. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديو مسلمة كانوا لايك شير سبسكرايب